مرحبا بحلقة جديدة، موضوع حساس شوي بس حابب احكي فيه وحابب اشوف وجهة نظركم. الموضوع هو نسب الطلاق يلي صارت بأوروبا بعد ما صار كتير ناس اجت لأوروبا. طبعا كلكم بتعرفوا انه صار في نسب طلاق كبيرة، فشو السبب وليش؟ رح ناقشه معكم ورح حابب افهم وجهات نظركم بشكل عام. اذا حدا عنده تجربه شخصيه صارت معه يا ريت يكتب لنا اياها بالكومنت. مثل ما شفنا فيديوهات كثير انتشرت على الفيسبوك ولا السوشيال ميديا كلها كيوتيوب انستغرام وغيره، انه كثير رجال انه عم تعاني من هالمشكله. ناس بلشوا يصرخوا بالشارع انه للي تركته مرته واللي خانته واللي 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 سمعنا كثير قصص. رح ورجيكم فيديو قصير ورح ارجع لكم. انا بعت مره سوريه لهون اسمها يسرى شيخو، عايشه ببرغن، مدينه اسمها ببرغن فلورا، اسمها صار لي 4 سنين بيتها لهون، فمان عليها عم بتخوني مع صاحب صاير هلا، عم بقول لك خدي روحي روحي اتجوزي ايش بدك اعملي، بس اعطيني الاولاد، انت شكرا فيك مره اعطيك الاولاد. هاي مرة سورية عتعمل بأوروبا هيك. طبعا شفتوا هذا الفيديو، الرجال بالشارع عم يصرخ وخانتني وهالقصص هي، فما عم نعرف المشكلة صراحة، هل من المرأة أو من الرجل؟ في ناس حكيت انه بعض النساء كانت كثير انه مستحمله رجالها بسوريا بشكل عام، كانوا مضطهدين منهم، كانوا ما بعرف شو كانوا 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 كانوا. وفي ناس شيء ثاني انه بدها تخونه بدها تهرب والقصص هي. على حسب تجربتي انا، مره كنت بشتغل بمكان ما بدي اذكر وين وكذا وهالقصص، فكنت بدي ترجم لشخص ما، فانا انا انا شفت قدام عيني ناس مره عم تنصح مره ثانيه انه روحي اتركيه وروحي بتاخدي بيت لحالك وعيشي وكذا، فانا استغربت يا الله انه شو عم تقول لها هي، فعم تقول لها اي وكذا كذا، عبت راسها عبت راسها عبت راسها وطق، وهذيك فعلا فعلت. ففي سبب بعود اكيد، يعني ما في فعل بدون سبب، اوكي ما في حدا بفعل فعل بدون سبب، رح يكون في سبب، لا على الجوز لا على المراه لا على انه شخص ثالث. فما بعرف، هذا الموضوع انتشر كثير باوروبا، فانا لما شفت المراه عم تحكي انصرعت انه ليش عم تعبي لها راسها بهالكره وهالحقد، فهذيك اقتنعت وفعلا سويت الشيء اللي قالت لي. ففي ناس انظلمت، في ناس انه فعلا انضغطت، في ناس ما بعرف. انا هذا الموضوع كثير تحسس منه، بس مهما كان السبب اذا كانوا شخصين بحبوا بعض وشخصين وفيين لبعض ما أظن إنه يتركوا بعض أو يصير معهم هذا الشيء. هلا في ناس استغلت الموضوع على النحو الثالث، النحو الثالث اللي هو ما بيعرف فيه، إنه في ناس استغلت الموضوع هذا لتحصل بيوت وتأجر بيت منهم. مثلا كيف رح تقولوا كيف؟ في ناس استغلت الموضوع على إنه لما ينفصلوا شخصين كل واحد بيحصل منهم على بيت، فهنن بالقانون انفصلوا عن بعض، فالجوز حصل على البيت والامرأة حصلت على بيت. فهون شو بصير؟ المرأة بعد قدام القانون قدام كل انه هي تركت جوزها، فهي بترجع لعن جوزها وبزيد فيها عندهم بيت بأجروا بيت. اي نعم رح تستغربوا منه، بس هي نسبة قليلة كتير كتير كتير، بس في ناس ساوتها وانا استغربت منها. فلما عم تشوفونا الاوروبيين بهالوجهة النظر هي، ففي منهم عم ينصدموا انه لهالدرجة عم تساوي، شو عم تساوي دول؟ فانتوا حسب تجربتكم الشخصية، انا ما رايد اتعمق كتير بالموضوع لانه فيه فيه وفيه فيه احاديث يعني يطول الحديث عليه. فحدا صارت معه هيك وجهة نظر، وبتمنى انه هالظاهرة اذا كانت بحث الاستغلال انه نوقفها، لانه يعني بالاخير يعني ما بعرف شو الهدف، يعني انه انا شاطر مثلا العب على الدولة لحتى اخذ بيت واجر بيت، ما بعرف. اكيد في منكم في عنده كتير تجارب شافها او حصلت معه، فبتمنى تشاركوا وجهات نظركم بهالموضوع واسمع منكم وجهات نظركم. تحياتي لكم، وبتمنى انه هالموضوع نتعلم منه. لشو؟ سلام عليكم.